أحييكم من جديد ونبدأ التاسعة اليوم من تونس، حيث خرجت مظاهرات في العاصمة دعت إحداها لحركة النهضة والأخرى دعت إليها أحزاب المعارضة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأغلقت قوات الأمن شوارع في المدينة ووضعت الحواجز للتفريق بين مساري المظاهرات. وقالت حركة النهضة إن دعوتها للتظاهر تهدف لحماية ما وصفتها بالشرعية، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة. أما حزب العمال المعارض فحشد أنصاره للتظاهر مطالبا برحيل ما وصفها بمنظومة الحكم الفاشلة في البلاد. معنا من العاصمة تونس مراسل الحرة جلال موانع. جلال، مرحبا بك، ضعنا بتفاصيل أكثر عن هذه المظاهرات. تستمر الأزمة السياسية في تونس. حركة النهضة دعت مؤيديها للاحتجاج في الشارع دفاعا عن ما وصفته بالشرعية عن الحكومة والبرلمان. مسيرة شعبية لمؤيدي حركة النهضة زادت الخوف لدى غالبية التونسيين من انتقال الصراعات السياسية إلى الشارع التونسي. في المقابل تطالب أحزاب المعارضة داخل البرلمان وخارجه برحيل منظومة الحكم الحالي، بإسقاط حكومة هشام المشيشي وسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وبين حركة النهضة ومعارضيها مسيرات، كنا قد رصدنا مطالبها وردود الفعل بشأنها في سياق التقرير التالي نتابعه ثم نعود. زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يقود مسيرة شعبية لمؤيدي حزبه تدعم حكومة هشام المشيشي والبرلمان، ويدعو أمام الآلاف من مؤيديه لتغليب الحوار بين السلطات الثلاث لحل الأزمة القائمة بينها. كنا نتحاور مع بعض الأحزاب كلها، الديمقراطيين والشيوعيين والاشتراكيين والقوميين والإسلاميين، شو اللي يفرق ما بيناتنا؟ شو تونس وحدة؟ ولذلك لازم نرجع الوحدة الوطنية والحوار الوطني. وأنا كف عن الإقصاء. في المقابل تطالب أحزاب المعارضة داخل البرلمان وخارجه باستقالة الحكومة وسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. المعارضة ترى أن مسيرة مؤيدي حركة النهضة تدفع نحو تكريس الاستقطاب السياسي وتهدد بانقسام التونسيين. ثم استقطاب، نقوله أن استقطاب أصبح مرحلة خطيرة ياسر، باش يهز لتونس معناها إلى معناها انقسام رهيب رجعي، ما عنده حتى مصلحة الشعب. واحنا كي خرجنا اليوم الشارع ما نقولوش احنا وجهة اخرى في الاستقطاب، لا، احنا نمثلوا هموم الشعب التونسي، مش يقولوا كفاء عبثا. وامام تزايد دعوات الاحزاب لخروج مؤيديها للاحتجاج في الشارع، تخشى غالبية التونسيين من استمرار الأزمة السياسية دون حلول اجتماعية واقتصادية تستجيب لتطلعاتهم. تستمر الأزمة السياسية دون مؤشرات واضحة لانفراج أزمة التعديل الوزاري، رغم دعوات المنظمات المدنية إلى حتمية تنظيم حوار سياسي واجتماعي واقتصادي شامل لإنقاذ البلاد. مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني سياسي شامل للإنقاذ لا تزال تراوح مكانها، وتواجه غالبية الأحزاب تحديات سياسية كبيرة قبل الدخول في هذا الحوار، تتعلق بتحديد خارطة طريق سياسية واضحة وصريحة. خارطة طريق تبقى مرتبطة بالتوافقات والمشاورات بين مختلف الأحزاب في ظل تمسك أطراف في الأزمة الدستورية والسياسية بمواقفهم. فالرئيس قيس سعيد يرفض التعديل الوزاري ومشاركة من وصفهم بالفاسدين أو من تتعلق بهم قضايا فساد في الحوار المرتقب. من ناحية أخرى، الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض مشاركة ائتلاف الكرامة حليفة حركة النهضة في هذا الحوار، حوار مرتقب يبقى مرهونا في المشاورات بين الأحزاب السياسية ومختلف
القوى في الأيام القليلة القادمة، في الأثناء تستمر حالة الاحتقان الاجتماعي والشعبي في عدد من مناطق البلاد، وحالة ترقب لإجراءات حكومية عاجلة تخفف عن التونسيين وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. جلال موانع مراسل الحرة من العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من النقاش مشاهدينا، ينضم إلينا أيضا من العاصمة التونسية حسن بالقاسم، النائب في البرلمان عن حركة النهضة. سيد بالقاسم، مرحبا بك معنا. إذا المعارضون لحركة النهضة يقولون بأن خروج النهضة بهذه التظاهرات هو يدعو لتكريس الانقسام في البلاد. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لقناة الحرة، تحياتي لكافة المشاهدات والمشاهدين. سيدي الكريم، استمعت للتقرير. كان هناك اليوم عشرات الآلاف في العاصمة تونس بتلبية نداء حركة النهضة لمسيرة وطنية شعبية سلمية تدعم الديمقراطية وتدعم الاستقرار وتدعم الوحدة الوطنية وتطالب باحترام المؤسسات. عنوان المسيرة الثبات ودعم المؤسسات. هي مسيرة في الحقيقة جاءت بعد مسيرات طالب أصحابها بفسح المجال لهم في الشارع لمهاجمة المؤسسات، وخاصة مؤسسة مجلس نواب الشعب. بين هؤلاء أنهم لا يمثلون إلا جزءا ضئيلا جدا من الشعب التونسي، ومع ذلك هم يدعون أن الشعب التونسي لم يعد يثق في مجلس نواب الشعب ولم يعد يثق في حركة النهضة. يعني سيد بالقاسم، هل حسابات الكثرة والقلة تأخذونها بنظر الاعتبار بأن القلة هم لا يمثلون؟ ليس نحن الذين نأخذها سيد الكريم، يأخذها المتابعون الإعلاميون، يأخذها الرأي العام الوطني. لما عندنا أغلبية في مجلس نواب الشعب، هل سرقناها نحن من شعبنا؟ هي تعبير عن إرادة شعبنا الحرة وإفراز صندوق الاقتراع. اليوم في شارع محمد الخامس في العاصمة كان هناك عشرات الآلاف في مسيرة سلمية ليس فيها تهديد لأحد، بل بالعكس تماما. في هذا السياق سيد القاسم، لو سمحت لي وأعتذر للمقاطعة، لو رتب ونظم الرئيس قيس سعيد مظاهرة وبدت أكبر من التحشيد الذي حشدت له حركة النهضة في الشارع التونسي، هل حينها أيضا ستقتنعون بأنه له صوت أكبر من صوتكم في الشارع التونسي؟ شكرا على السؤال. الحقيقة أنه ما هكذا تدار الأمور ولا هكذا تساق الإبل. احنا لم نخرج في منافسة مع أحد، نحن خرجنا تعبيرا عن إرادة الجزء الذي يعني ينتمي إلى حركة النهضة، إما انتماء حزبيا أو أصدقاء وأنصار في الحزام الانتخابي. السيد الرئيس الربع أو يعني هو انتخب 73% من الشعب التونسي، منهم 23% ينتمون إلى حركة النهضة. 23% يعني ليس من 73، 23% ككتلة. إذا كان السيد رئيس الجمهورية يريد أن يواجه حركة النهضة، معناها سيواجه جزءا من شعبه. نحن لا نواجه السيد رئيس الجمهورية، لا نتحدث عن مواجهة السيد بالقاسم، ولكن نعم، ولكن يعني انطلاقا من المثال الذي سقته حضرتك بالكثرة والقلة، وقلت بأن هذا شأن للإعلاميين، هم الذين يرون بأن الكثرة هي غالبة وهؤلاء لم يأتوا من الفضاء وإنما كثرة. لكن إذا نزل إلى الشارع الآن مؤيدون كثر للرئيس قيس سعيد، حينها أيضا هل ستأخذون بهذا الأمر بنظر الاعتبار وتعتبرون بأن له صوت في الشارع؟ صديقي العزيز، دعني أتحدث عما جرى وأعلق على ما يمكن أن يجري. الذي جرى هي مظاهرة مسيرة ضخمة جدا، بعض وكالات الأنباء قالت أنها أكبر مسيرة شاهدوها في تونس. نحن لا يهمنا العدد هكذا. احنا اليوم حركة النهضة برهنت،
لكافة المتابعين أن الحزب الأكبر والحزب الأول في تونس ولم تسرق يعني أصوات الشعب التونسي. عفوا سيد لكن حسن، هذا الحزب الأكبر صديقي لا تقاطعني، أنا فقط أنا ليس من أجل المقاطعة وإنما من أجل الحوار والحديث، ونحن نتحدث في تونس هذا البلد الديمقراطي. دعني على كل نعبر على الفكرة أنا. صحيح صحيح، وأنا نعم وأنا معك أيضا، ولكن هذه أيضا المسيرات على كثرتها وعلى وجودها هذا الكبير الذي قلت بأنه رصد من قبل وسائل الإعلام، ما هي أبرز الرسائل التي يريد أو تريد حركة النهضة إيصالها من خلال هذا التواجه؟ أنا لم أغفل سؤالك السابق حتى أربط. لما السيد الرئيس يدعو الناس إلى الخروج من أجل تونس ومن أجل المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية والاستقرار واحترام المؤسسات، نحن سنكون في مقدمة النازلين إلى الشارع، لأننا نحن نعتبر أنفسنا يعني مدافعين عن تونس، عن الشرعية، عن ثوابت الديمقراطية والثورة، وكذلك عن احترام المؤسسات. ليس هناك منافسة، هناك فهم خاطئ في الدستور للبعض، ونحن الرسالة متاعنا هي رد على الذين قالوا الشعب التونسي صار ضد مسنوب. مسنوب الشعب يا صديقي أنجز في هذه الدورة وتحت رئاسة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي أهم قانونين، أهم قانونين، واحد اقتصادي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وواحد اجتماعي يتعلق بالقانون 38 لانتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا، عشرات الآلاف، كان حلما وكان انتظارا بعيد المنال، اليوم أصبح حقيقة، أصبح قانون، وأصبح قانون في قانون المالية. هذا شيء سيد حسن، يريد الناس أن ينجز. وقتي جدا ضيق، أنا أعتذر للمقاطعة مرة أخرى لأن وقتي ضيق جدا في هذه المقابلة. حضرتك أشرت إلى أن هذه التجمهر وهذه المظاهرة كانت كبيرة جدا، ربما هي الأكبر، هل تعتقد بأنها أيضا أكبر حتى من مظاهرة 14 من يناير من العام 2011 والتي أسقطت نظام بن علي؟ احنا لا نتنكر لنضالات شعبنا ونفتخر بكل ما يعبر عنه الشعب التونسي. اليوم الاستاذ راشد الغنوشي في شارع دعا زعيم حزب العمال الذين كانوا بعض العشرات في زاويه اخرى، دعاه الى ان يتفضل وياخذ الكلمه اذا اراد. نحن دعاة وحده سيدي الكريم، احنا بالنسبه لنا ذلك جزء من تاريخنا، ليس فقط 14 جانفي، حتى 9 ابريل 1938 يوم الشعب التونسي طالب بالبرلمان. اليوم البرلمان حقيقة قائمة الذات، اليوم مجلس نواب الشعب هو إرادة الشعب. أما نقطة هامة جدا نقولها لك، روحنا الشعارات التي رفعناها هي شعارات نجمع عليها كل الذين يحبون تونس، والذين يرفعون شعارات معادية يريدون إيقاف كل احتمال للإنجازات والإصلاحات وتغليب المناكفات والتجاذبات. سيدي بنعم أو لا، بنعم أو لا، لو سمحت أنا بحاجة إلى جواب بنعم أو لا. هل كانت المظاهرات السابقة في 2011 هي الأكبر أم الآن التي خرجت من أجل النهضة؟ مسيرة اليوم هي الأكبر بدون منازع، دون جزيلا. أن يعني ذلك أنني أقلل من الأخرى. شكرا جزيلا من تونس النائب عن حزب النهضة حسن بالقاسم، شكرا جزيلا لك. ولنعرف موقف الطرف الثاني ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة تونس حسن حمودي القيادي في حزب العمال. سيد حسن مساء الخير، بداية كيف تعلق، استمعت إلى ما قاله النائب قبل قليل؟ أهلين صديقي، شكرا على الاستضافة. أهلين. شكرا لكل المتابعين والمتابعات لقناة الحرة. أولا أنا نحب نأكد على حاجة، على شيء. أولا هم لا يعرفون في الحقيقة، حركة النهضة لا يعرفون كبر مسيرات اللي صارت في 2011 وزمن الثورة، لأن الأغلبية الساحقة إما كانت مختبئة وإما كانت خارج حدود الوطن. هذا واحد. نحب نذكر المدخل اللي سبقني، اللي مسيرة اليوم لحركة النهضة لم تكن الأكبر في معناها في تاريخ تونس، كما يحكي المدخل السابق النائب عن حركة النهضة. ونحب نذكره لهنا باعتصام الرحيل وبمسيرة 13 أوت 2013 في اعتصام الرحيل. لكن مش هذا معناه الأساس. نحن خرجنا اليوم، حزب العمال يقول سيد حسن بأنه جماعة حزب العمال وتواجدهم كان بالعشرات، قال حتى أن الغنوشي قد عرض عليهم الحديث. شكرا
أولا اسمي حسني مش أعتذر. حسن. أعتذر سيد حسني. نعم. نحن بالنسبة لنا المهم في الأمر مش العدد، المهم في الأمر نحب نسأل وماذا بي يجاوبني النائب عن حركة النهضة الآلاف اللي حضرت اليوم حسب ما يحكي هو، كيف حضرت إلى تونس العاصمة؟ هم معناها وفروا وسخروا مئات الحافلات، هم وفروا وسخروا الآلاف من الدينارات من أجل أن يقوموا بالتحرك هذا. نحن يعني المظاهرة مدفوعة الثمن؟ مدفوعة الثمن طبعا، مدفوعة الثمن طبعا. الحافلات من كل بقاع الجمهورية، الحافلات خرجت من أصقاع الجمهورية، من ولاية تطاوين خرجت الحافلات أقصى نقطة في الجنوب التونسي. ولكنه يصر على أن مبدأ الكثرة والقلة هو مبدأ مهم في رؤية من له الكلمة الأكبر والوزن الأكبر في يعني على الأرض وفي الشارع، وبالتالي من ضمن هذه الحسابات المطلع على المشهد في تونس يقول انظر إلى هذه التظاهرات إنها كبيرة جدا، أكبر من أي تظاهرات أخرى. أنا أريد أن أذكر نائب عن حركة النهضة في 2010 و2009 و2008 وحتى في ما قبل معناها الإطاحة بالديكتاتورية بالديكتاتور بن علي، كنا قلة قليلة تظاهر في تونس. والحجم ما كانش لا يؤثر لا بالقلة ولا بالكثرة. الحياة السياسية ليست معناها تعد عدديا، لأن إجمالا المؤثر في الحياة السياسية هي المواقف السياسية، المؤثر في الحياة السياسية هي قراءتك للواقع، المؤثر في الحياة السياسية هي برنامجك الذي ستلف حوله الشعب التونسي، المؤثر في الحياة السياسية هي ماذا قدمت للشعب التونسي، خاصة ونحن نتجاوز معناها بأكثر من شهر الذكرى العاشرة للثورة. صحيح. طيب سيد حسني أيضا اسمح لي هنا أيضا بالنسبة للمشاهد الذي يتابعنا من تونس ويقول والله اليوم خرجت هذه التظاهرات من كلا الطرفين، من هذا الطرف وهذا الطرف، ما الذي استفدته أنا المواطن التونسي، ما الذي استفاده من هذا الصراع السياسي وهذا الخروج إلى الشارع؟ حقيقة المواطن التونسي، أولا المواطن التونسي الاستفادة لم تحصل لمدة 10 سنوات، ليس اليوم فقط. المواطن التونسي يعاني معناها في كل المستويات، في المستويات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي وكل المستويات الحياة. المواطن التونسي الاستفادة اليوم فقط اللي تنجم معناها الممكنة هي اللي في تونس مازال فما أمل، في تونس ليست الأغلبية هي الأغلبية الموافقة على حركة النهضة، في تونس ما زال فما أمل من أجل استكمال مهام الثورة حتى تحقيق أهدافها، في تونس نحن ما زلنا متشبثين ومتشبثات، معناها مناضلين ومناضلات ومواطنين ومواطنات من الشعب التونسي لتحقيق أهداف الثورة اللي هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، اللي حقيقة لهنا نحب نأكد اللي هذا الشعار المركزي اللي رفع في ثورة 2017 ديسمبر. ولكن إلى متى سيبقى هذا المسار؟ يعني اليوم هناك أزمة سياسية كبيرة في تونس، هناك انقسام كبير، وبالتالي أصحاب هذا الانقسام يقولون نحن نريد أن نبين وزننا في الشارع فننزل إلى الشارع، وهذا يعني إجراء ديمقراطي تضمنه وتكفله الدساتير. إلى أين سيمضي هذا الانقسام من خلال هذه الممارسات الديمقراطية التي نتابعها؟ أنا أعتقد أن الأزمة في تونس صديقي ما بلغت من التعفن أقصاه ومداه، أن الأزمة في تونس وصلت حد لا عودة. الأزمة اليوم بين معناها المؤسسات الثلاثة في تونس، بين رئاسة البرلمان ورئاسة الدولة والقصبة رئاسة الحكومة، بلغت نقطة لا عودة. لا أعتقد في تونس اليوم حتى دعاة الوحدة، وكنت نسمع كما معاك معنا سمعنا خطاب راشد الغنوشي يدعو إلى وحدة وطنية، عن أي وحدة وطنية تحدث؟ أي وحدة وطنية سنتحدث عليها هي وحدة وطنية مغشوشة. وهو يتحدث أيضا عن حوار، يقول أنا دعوتهم إلى الحوار. طبعا طبعا يعني الآن من يستمع إلينا يقول هناك دعوات للحوار، لماذا لا يتم الاستجابة لهذه الدعوة وهي أفضل طريقة لحل المشاكل؟ نحن حقيقة كيف نتحاور؟ كيف نتحاور مع المسؤول المباشر في الأزمة لمدة 10 سنوات؟ حركة النهضة دائما كانت هي معناها الفاعل الرئيسي في تشكيل في الحكم في تونس منذ 10 سنوات، تحالفت مع كل الأطراف في تونس، تحالفت مع ترويكا في مرحلة أولى، ثم تحالفت مع نداء تونس، والآن تتحالف مع قلب تونس وائتلاف الكرامة، ودائما هي المحدد الرئيسي في السياسات في تونس. هذه السياسات اللي لم تأتي للشعب التونسي غير الفقر والتفقير والمعاناة،
والتهميش عن أي حوار سنتحدث مع من نحن مع من في عهدهم عاشت تونس أسوأ اللحظات، عاشت تونس الاغتيالات السياسية، عاشت تونس الإرهاب، عاشت تونس التفجيرات في كل مكان. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حسني حمودي القيادي في حزب العمال من العاصمة التونسية، شكرا لك.